تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة بوغيرات بمستغانم من وضع حد نشاط عصابة خطيرة مختصة في السطو على المساكن والسرقة متكونة من 5 أفراد تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة، 3 منهم من حدي من ولاية وهران و2 من مستغانم. المشتبه فيهم تم توقيف 4 منهم على مستوى حاجز أمني بالمدخل الشمالي لمدينة بوغيرات، بينما كانوا على متن مركبة من نوع رونو 19 مرقمة بترقيم ولاية مستغانم. بعد تفتيش المركبة عثر على سلاح أبيض من الصنف السادس من نوع بوشية، عليه تم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر أمني وحجز المركبة، حيث عثر بداخلها على سلاح ناري تقليدي صنع 16 ملم و4 خراطيش عيار 16 ملم، كما عثر على 11 قرصا مهلوسا من ألوان مختلفة مسببة للهيجان العقلي، قناع أسود، دلو بلاستيكي يحوي مادة البنزين، سلاح أبيض من نوع كلونداري. وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم القاطنين بولاية وهران بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، عثر بمسكن أحدهم على سلاح أبيض من الصنف السادس من نوع سيف من الحجم الكبير. التحريات الضبطية القضائية مكنت من تحديد هوية شخص خامس من أفراد العصابة يقطن بمستغانم، كان يستخدم أو يعمل كدليل لأفراد العصابة في إرشادهم إلى مساكن الفلاحين الذين أنهوا جن محصول البطاطا وقبضوا ثمنه، حيث تتمكن العصابة من السطو على مساكنهم والاعتداء عليهم.